وينضم الينا من كوفنتري بانجلترا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. اهلا بك يا سيد رامي على شاشه الغد. ابدا معك من الاحصائيات التي قام بها المرصد السوري لما حدث في سوريا خلال العام الحالي. نعم صباح الخير. طبعا لما حدث في بخصوص مخلفات الحرب حقيقه الامر نحن بشكل يومي منذ منتصف هذا الشهر نصدر تقارير سنويه عن امور مختلفه تتعلق بما يجري من انتهاكات في سوريا. ما حصل بأن عملية انفجار مخلفات الحرب وعملية حصد أرواح المدنيين هي مستمرة. عندما نتحدث عن إحصائية موثقة لدى المرصد 209 مدنيين قتلوا، بينهم 106 من الأطفال لوحدهم في نتيجة انفجار مخلفات الحرب. عندما نتحدث عن إصابة نحو 318، الأكثر من نصفهم من الأطفال، 190 طفل بطرت أطرافهم، أصيبوا بجراح مختلفة نتيجة انفجار مخلفات الحرب. أي أن مخلفات الحرب لا تزال تحصد أرواح السوريين وسوف تستمر بحصد أرواح السوريين طالما أنه لا يوجد هناك قرار دولي بإيقاف الحرب، لا يوجد قرار دولي بإرسال لجان مختصة بنزع الألغام تفكيك مخلفات الحرب كي لا تحصد أرواح مزيد من الأطفال. هؤلاء الأطفال كان يجب أن يذهبوا إلى فصول الدراسة، لا أن يكون مصيرهم بطل أطراف أو يكون مصيرهم القتل وباتوا تحت التراب الآن. لذلك أقول بأن المجتمع الدولي أيضا يتحمل مسؤولية كبيرة عن هذه الحصيلة يعني الدامية نتيجة انفجار مخلفات الحرب في بلد منذ 11 عاما ولا تزال يعني مخلفات الحرب ولا يزال القتل مستمر فيها. طيب سيد رامي، كيف يمكن تلاشي كل هذا خلال العام الحالي أو ما تبقى من العام الحالي والعام الجديد؟ من العام الجديد، العام الحالي مر الآن ولا يزال القتل والتهديدات كما سمعنا قبل قليل مستمرة بعملية عسكرية جديدة. أن يكون هناك سلام في سوريا، أن يكون هناك وفاق في سوريا، أن يكون هناك حل وفق قرار مجلس الأمن 254، ما دون ذلك سوف يستمر القتال، سوف يستمر تجويع أبناء الشعب السوري تحت مسميات مختلفة. قبل قليل كنت على اتصال مع سوريا، هناك شح في مادة المازوت على سبيل المثال، لا يوجد مازوت للتدفئة، وإن وجد يعني 12 لتر هي راتب موظف واحد تستطيع يعني استخدامها لمدة 3 أيام في التدفئة. ماذا تأكل؟ لا تعلم.